فائل جدا، انا رئيس بلديه من 23/10. اليوم في عندنا 64 صوت بنطالب فيه، واذا لا في كثير اثباتات جاب المحاميه انه لازم نروح للانتخابات. انا شايف انه انا رايح اكمل رئيس بلديه، انا مكمل رئيس بلديه، انا متفائل جدا. بس المقلق انه ثلاث اعضاء الكنيسة القياده الكبرى في الوسط العربي، محمد بركه وعفو وحنا سويد، بيجوا اليوم تينطوا كمان دعم لا 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 للجبهة ولا للحزب الشيوعي، بدل ما يجوا قبل شهرين ثلاثة ويقولوا يا عم الناصر أهم من كل شيء، تعال نشوف مستقبل الناصر، تعال يا أبو ماهر أهم شيء بالنسبة لنا الناصر، نعمل ائتلاف شامل. اليوم بيجوا بنطوا دعم عشان يحموا الأجواء في المحكمة وبالناصرين. أنا بقول لك هاي الصورة اللي جابوها اليوم هاي بتوتر الأجواء، والأجواء متوتر بالناصري، والأجواء مش ثابتة بالناصر لجمعتين، ومؤسف جدا. اليوم بطلوا يتطلعوا على مستقبل الناصر ومدينة الناصر والناصر، بتطلعوا على الكرسي. على ما يبدو انه حزب مثل الجبهة ومثل حزب الشيوعي 70 سنة مش مستوعب انه علي سلام وكامة ناصرتي غلبوه ونزلوه بعد 40 سنة. فلازم لو انهم بيعكلوا اليوم بيحكوا ان بيش بيطالبوا اليوم 7 اصوات، بطل 9، 7 يعني هن النيابة كانت 7 بطلوا 9، يمكن بكره يصيروا 3 كمان، يمكن يصيروا صوت. يعني لو بطالبوا ب 2000 3000 صوت فرقية، والله بقول كل احترام. اما لازم لو في عندي شوية كرامة وشوية احترام بيجوا بيقولوا لابو ماهر وكامة ناصرتي مبروك، لو الفرق 500 صوت مبروك، بس يا عمي مش فاضيين، مش هاممين ولا شيء، ولا هاممين مستقبل الناصر، ولا هاممين شو اللي بده يصير بالناصر، بهمين انهم يقعدوا على الكرسي ويضلوا بالبلديه. انا بقول لكم ليش سالوني ليش بدهم بلديه الناصري؟ بتعرف ليش بدهم بلديه الناصري؟ لانه اذا بيخسروا بالناصري هن خلصوا بكل الوسط العربي، انتهوا. اليوم هن فيش عندهم ولا اي تمثيل ولا باي قريه ولا باي مدينه غير بيابه الناصري. ابو ماهر هناك من يقول انه باخذ 90% هسه يعيدوا الانتخابات، اصلا اهل الناصر بدهم اعاده الانتخابات، ان بدهم علي سلام رئيس بلديه. اما اذا اعاده الانتخابات اهلا وسهلا، احنا بنرحب باعاده الانتخابات. في الحراك الشبابي بده تغيير، وفي التجمع بده تغيير، وكانت الناصر الموحده والحركه لسه كل الاحزاب واهل الناصر بدهم اعاده الانتخابات. انا برحب باعاده الانتخابات وبوعدكم انه اخذ 85% على هو. اما انا بالنسبه لي كلمه اخيره، اهم شيء الناصري واهل الناصري ومستقبل مدينه الناصري اهم من علي سلام ورامي جرايسي، واهم من هدول اللي بدهم يقعدوا على الكراسي. كلمه اخيره للشباب المفاتله برا، وفي كثير وضع. انا بقول للشباب انهم يهدوها يطوروا روحهم، بعد في قرار تنطي قرار الحاكمه احنا بنشوف. بس انا بقول لك انا بهدي الاجواء وبهدي، بس هني بوتروا الاجواء لما بيجوا القياده الكبرى من البرلمان من الكنيسة يحتفلوا. اليوم فكر ان يحتفلوا كانوا برامج رئيس بلدية ما فشر، اول شيء هاي سجلوها انه ما فشر، وميت ما فشر يحتفلوا، للاسف ما احتفلوش، رجعوا وراسن واطي موطين راسن، ورايحين ضلوا موطين راسن. وانا بوعدكم انه انا رايح اضل رئيس بلديه وقائمه ناصراتي رايح اضلها بالبلديه، وقائمه ناصراتي رايح تكون كمان بالكنيسه، وراح يكون في لنا تمثيل 10 اعضاء، مش عضو، راح يكون 10 اعضاء بالمستقبل الكنيسه. ونبعدكم نفرجيكم، مؤسف جدا اللي قاعد بيصير من الجبهه، من قبل الجبهه ومن قياده الجبهه، مؤسف جدا. يعني 23/10 لانه اهل الناصر قرروا ان انا رئيس بلديه، انا راح استمر رئيس بلديه، لانه اهل الناصر اللي بدني انا رئيس بلديه، واهل الناصر اللي بكموني، بس اهل الناصر اللي هن اللي حطوني وهن اللي بكموني. انا بالنسبه للمحاكم من وراي، انا رئيس بلديه هذه المحكمه. اولا اعتقد انه لا ضروره لحاله التوتر، وهناك من هو مسؤول عن ذلك، وطبعا لست انا، وليست الجبهه هي المسؤول عن ذلك. لا يوجد اي داعي، لأن المسار القضائي هو مسار شرعي ضمن كل جهات مجريات الانتخابات في أي مكان، وهدف المسار القضائي هو ليس أن تقرر المحكمة من هو رئيس البلدية، وإنما هدف المسار القضائي هو إظهار قرار النافذ الحقيقي. في حالة وجود أمور تتعارض مع القانون، المحكمة تلزم أن يتم تصويت ذلك، وبالتالي أن يكون هناك القرار الحقيقي والكامل للناخب المصري. هناك هذه هي ما يسمى سحب أرنب من الطقي، وهي أمر جاء في اللحظة الأخيرة. أيضا إذا كان الطرف الآخر علي سلام ناصرتي ترى أن هناك ضرورة لإعادة انتخابات، كان عليها أن تقوم بذلك منذ البداية،
وما كان على علي سلام أن يعتبر أنه هو رئيس بلدية. إذا كانت لديهم ادعاءات بعملية انتخابات غير شرعية كان عليهم أن يطلبوا ذلك منذ البداية. هم لم يطلبوا ذلك منذ البداية، وعندما مال الميزان بالاتجاه الآخر سحبوا هذه القضية، وأنا أعتقد أن لا أساس لها ولن تقبلها المحكمة. سؤال أخير أبو الرائد. العقلاني هو تقبل النتيجة النهائية برحابة صدر وترك كل ما كان من ورائنا والنظر إلى أمام، وأنا أعتقد أن المقولة الأساس للناخب النصراوي هو أن على القوتين الأكبر في المجلس البلدي التعاون في إدارة البلدية، وهذه دعوتي في حالة أن النتيجة بقيت كما هي، دعوتي لقائمة ناصرتي ولكل أعضاء المجلس البلدي أن نضع أيدينا بأيدي بعض من أجل الناصرة ومن أجل أن نحافظ على القيم الطيبة. طبعا ممكن أن تكون هناك خلافات واختلافات بين الناس، وهناك أدوات حضارية كثيرة لتسوية أي خلاف أو اختلاف، العنف حتما ليس منها. قربوا قربوا اسمعونا شوي، بدنا نقولكم اسمعوا كلمة، اسمعوا شباب، من رئيس بلدية أهل الناصر اللي حطوني وأهل الناصر بكرة. بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.